روعة. زلف اليوم مع بيسي ونشين ونسيمة كوكينج. أهلا بكم في قناتكم نسيمة كوكينج. أحب أرحب بكل المتابعين الجدد نورت قناتي، وشكرا جدا جدا لكل الناس اللي بتدعمني في الكومنتات. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مكرونة اللي هي صغيرة. أنا كنت سلقتها في المية مع شوية ملح وزيت. هنعملها بالتونة، لأن هنا عندي جبن مبشور أي نوع جبنة أنت بتستخدميها، وعندي هنا صوص جبنة أنا كنت عملتها في البيت، وعندي هنا تونة اللي هي بالزيت حطيتها من الزيت. أنا مش هستخدم غير في الأسود في البهارات. قبل ما أمر لغاية التحضير متنسوش تدعمونا بلايك لو عجبك الفيديو، وشير أو بارتاج للفيديو. لو انتوا اول مره تشوفوني تضغطوا على زر سبسكرايب او ابوني، وتفعلوا زر الجرس لكلاش نوتيفيكاسيون عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله. وما تطولش معاكم في الكلام، وشارك في فترات التحضير. انا كده عندي قلت لكم عندي المكرونه، انا هحط عليها التونه. انا هنا بالنسبه للملح انا كنت حطيت شويه على المكرونه، انا هضيف شويه فلفل اسود بس، نخلطها كويس مع بعض. انا هنا بفضل التونه اللي بالزيت، انا هضيف كده، انا احط الكميه كلها. هنا ليك الاختيار، انت ممكن تستخدمي مكان فريش او بشاميل برضو تنفع، يديها طعم كويس جدا. انا هنزلكم كويس مع بعض. انا حطيت بس كمية بسيطة من الملح، هنا الوصفة دي سريعة جدا متاخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا وخفيفة. هنا هناخد صينية تدخل الفرن، اي صينية متوفرة عندك. هنفرغ فيه المكرونة بتاعتنا، احنا كنا عملنا قبل كده في القناة مكرونة صوص ابيض برضو بس كانت بالفراخ، النهاردة هتكون بطعم التونة او الطعم. هنا هنضيف الجبن المبشور، هنا قلتلك اي نوع جبن انت تفضليه او متوفر عندك، بتستخدم موتزاريلا شيدر. انا كده شغلت الفرن وشغلته من 5 دقايق، هو كل حاجة مستوية، ندخله بس الفرن عشان الجبنة تمتزج كويس مع المكرونة. كده انا هدخله الفرن لمدة 10 دقايق وارجع لكم تاني في صحن. اذا وصفتين النهارده جاهزه، هي قلنا مكرونه صوص ابيض بالتونه، هي وصفه سريعه جدا ريحتها بتجنن. احنا هنشوفها مع بعض في الطبق. في المطبخ ريحة التونة جميلة جميلة جدا جدا جدا. هاي دي الوصفة، هي وصفة جميلة جدا وخفيفة وكمان مش مكلفة، يعني بعلبة التونة تعملي طبق يكفي عيلتك كلها. إذن هي دي وصفتي النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، صدقوني جربوها مش هتندموا عليها لأنها وصفة جميلة جدا جدا جدا.
خصوصا الاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي فيها الجبنه، صدقوني طعم ولا اروع من كده. كده اكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا، ممكن تدوس بقى اللايك الحلو وكومنت عشان تشجعونا للاستمرار. شكرا لكل الناس اللي بتدعمني في الكومنتات ومن بعيد وقريب، شكرا جدا ليكم. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. كونوا بخير، سلام.